بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. ما زلنا في رحلتنا مع الحديث النبوي الشريف منذ زمن التأسيس، وهو زمن النبوة الشريف، ثم مرورا بعد ذلك بمراحل تطور هذا العلم الشريف وخدمة علماء المسلمين للحديث النبوي الشريف وعلومه. هؤلاء العلماء الكرام اللي ربنا سبحانه وتعالى قيدهم لنصرة دينه وللحفاظ على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع حضراتكم مع الإمام أحمد بن حنبل. ولد الإمام أحمد بن حنبل 164 هجرية في بغداد. سيدنا الإمام أحمد نشأ في بغداد يتيما، وهو عربي الأصل، يعني عربي الأصل والنسب. هو ولد بالعراق، وكانت أسرة ولد بالعراق بالبصرة، وكانت أسرة الإمام أحمد ابن حنبل مهتمة جدا بتعليمه وبتثقيفه منذ صغره. حرصت أسرة الإمام أحمد ابن حنبل على أنه يتلقى القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واللغة العربية ومآثر الصحابة والتابعين وأحوال النبي محمد الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حرصوا على أنه يتلقى كل ذلك منذ كان صغيرا. الحقيقة ساعد هذه الأسرة المباركة إن هم يتوفقوا في هذه الرعاية التعليمية للإمام أحمد بن حنبل أمرين. أول حاجة إن بغداد كانت عاصمة العلوم والمعارف والفنون، هي رمز مهم من رموز الحضارة الإسلامية، وإنه برضو كان متوافر في بغداد ما لم يتوافر في العواصم الأخرى من تنوع الثقافات والعلوم والمعارف والفنون وتنوع مسالكها ومشاربها في سائر الفنون والمعارف وفي سائر المجالات العلمية والثقافية. الأمر الثاني اللي سهل على أسرة الإمام أحمد بن حنبل إن هم على طول يغذوه بالعلوم والمعارف منذ نعومة أظفاره، إن رغبة أهل الإمام أحمد في أنه يتعلم العلوم دي من بدري جدا كانت موافقة جدا لميول الإمام أحمد النفسية، وموافقة جدا لاستعداداته العقلية في تحصيل العلوم والمعارف. بدأ مبكرا الإمام أحمد بن حنبل في حفظ القرآن الكريم وتلقي الحديث النبوي الشريف ومعرفة علوم اللغة العربية، وكمان راح يتقن علم الكتابة فتعلم في الديوان. كانت في الدولة آنذاك وفي الخلافة دواوين عدة، من ضمن هذه الدواوين ديوان خاص بالكتابة، كان بيروح يتمرن في كما هو معلوم في ذلك الزمان، وزي ما هو كمان ذكر ودون ذلك عن نفسه، فقال الإمام أحمد بن حنبل: كنت وأنا غليم، تصغير كلمة غلام غليم، كنت وأنا غليم أختلف إلى الكتاب، يعني على طول أختلف إلى الكتاب، على طول بروح الكتاب يتلقى القرآن الكريم. وبعد ما أنهى حفظ القرآن بعد كده بيقول: ثم اختلفت، يعني بدأت أروح بقى إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة وهو عنده 14 سنة، تدرب وتمرس على التحرير والكتابة. في زمن الإمام أحمد بن حنبل كان في مدرستين كبيرتين في مجال العلوم الشرعية، مدرسة الإفتاء ومدرسة الحديث. هو الحقيقة في الأول الإمام أحمد يعني راح شوية لمدرسة الإفتاء، لكن سرعان ما عاد اختار الإمام أحمد بن حنبل في مبدأ حياته علم الحديث ومسلك أهل الحديث، وهو في نفس الوقت لم يكن بعيدا عن مطالعة المسائل الفقهية والأقضية وغيرها واختلاف الفقهاء ومواطن الاختلاف والاتفاق وما شابه ذلك. لكن همة الإمام أحمد بن حنبل كانت في الأول بالدرجة الأولى منصرفة إلى الحديث النبوي الشريف،
وأراد الإمام أحمد بن حنبل أن يبلغ فيه مبلغا، وكان له ذلك بفضل الله تعالى. استمر الإمام أحمد بن حنبل في بغداد يطلب الحديث من علماء الحديث ويتعلم ويكتب ويدرس ويفهم، وعشان ينمي التخصص الدقيق في مجال علوم الحديث كان لابد على الإمام أحمد أنه يلتقي ويأخذ الحديث عن كل علماء الحديث اللي كانوا بقى في العراق والشام والحجاز وتهامة وغيرها من البلدان. ولذلك إذا بتبص على رحلات الإمام أحمد ابن حنبل في طلب الحديث الشريف تجد مثلا رحلته إلى الكوفة. وقبل ما أكمل الحديث في هذا المضمار، أنا بس حابة بوري لحضراتكم جهد المسلمين، علماء المسلمين في يعني علوم الحديث الشريف. وجهد المسلمين ده ما كانش في عصور متأخرة، إنما بدأت عناية المسلمين بالحديث الشريف منذ زمن النبوة الشريف، وبدأ يتطور هذا العلم برعاية ربانية كريمة، وبزغ في كل زمان من يقوم من العلماء على خدمة حديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا النهاردة بنعيش مع علم من الأعلام وهو الإمام أحمد بن حنبل الذي له خدمة في الحديث عظيمة وكبيرة، عشان نشوف من خلال السيرة الذاتية الخاصة بالإمام أحمد بن حنبل إزاي جهد العلماء دول، وإزاي الغرب استفادوا من مناهج هؤلاء الكبار الكبار في مجال العلوم والمناهج العلمية. هذا هو الإمام أحمد بن حنبل، راح إلى الكوفة، والكوفة مش بعيدة عن بغداد، راح عشان يطلب الحديث الشريف من أهل الاختصاص هناك، عشان من يدعي أنه ما كانش فيه مدارس ولا معاهد علمية بالمفهوم المعاصر اللي احنا عايشين فيه، لأ كان في مدارس علمية، كان في دولة المسلمين في ذلك الزمان دواوين كثيرة وتشعبات ومعاهد علمية وتغذية للثقافة والعلوم والمعارف. ما كانش المسلمين في الوقت ده سادوا العالمين إلا لم يكن إلا لو لم يتمكنوا في مجال العلوم والمعارف، هم تمكنوا في ذلك وكانوا لله بذلك قاصدين، فكانوا أئمة العالمين بالعلم، مش بحاجة، بالعلم قاموا على خدمة علوم الوحي الشريف وطبقوها وصانوها، وكانت هناك الرعاية الربانية لدينه، فكان الحفاظ على القرآن الكريم وتفجر على مائدة القرآن الكريم الكثير والكثير من العلوم والمناهج العلمية اللي تعلمها علماء المسلمين من الوحي الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وبعد ذلك برع المسلمون، وكل مرحلة بتمر على المسلمين كانت مرحلة في التطور والعلوم والمعارف الخاصة بعلوم الوحي الشريف وغيرها من العلوم الإنسانية، اللي بدورها في الآخر كلها كانت أدوات معينة للعلماء على فهم أنوار الوحي الشريف. راح الإمام أحمد بن حنبل إلى الكوفة، والكوفة زي ما قلت لحضراتكم مش بعيدة عن بغداد، لكن الرحلة نفسها ما كانتش سهلة على الإمام أحمد بن حنبل، لأن إقامته في الكوفة لطلب الحديث الشريف من علمائها ما كانتش هينة وما كانتش سهلة. وهو نفسه بيروي إيه اللي حصل له، وإحنا لما بنجيب ده بنأكد على جهد هؤلاء وبطلان زعم المضللين بأن المسلمين لم يحافظوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا محض افتراء. الإمام أحمد بيقول: خرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة، زي نايم على طوبة، يعني ده دليل على شظف العيش وإنه العيشة ما كانتش سهلة. فحممت، يعني جات له حمى سخن. وبعدين بيقول: فرجعت إلى أمي ولم أكن استأذنتها. يعني ده جانب من الجوانب اللي بيحكي قد إيه هو كان في حال رقيق الحال في سفرته إلى الكوفة، إلا إنه تحمل الحال ده عشان يطلب الحديث من أهله ومن العلماء، علماء زمانه. واللي ما اكتفاش الإمام أحمد بعلماء
العراق فقط، إنما سافر شرقا وغربا قدر استطاعته المادية لتلقي العلوم والمعارف. وحتى ليه كلام كان بيقول، لو حضراتكم تتذكروا لما اتكلمنا عن جرير بن عبد الحميد، هو بيقول لو كان عندي 90 درهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري. جرير بن عبد الحميد كان من المحدثين الكبار، عراقي الأصل، وانطلق بعد كده إلى الري، دي منطقة في إيران، وراح عشان يعلم حديث رسول الله. وده برضو احنا بناخد منه إن علماء الحديث في كل زمان ما كانوش بيقعدوا في أماكنهم. أنت لما بتيجي تقرأ في علم الرجال وبتشوف رحلات علماء الحديث عشان يعلموا حديث رسول الله، يعني أمر ذاع وانتشر في كل الأماكن، وده برضو من زمن النبوة الشريف، لم يكن ذلك فقط في القرن الثاني أو الثالث كما يدعون، من زمن النبوة الشريف. الوفود كانت بتيجي للنبي عليه الصلاة والسلام وتستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بين مثلا 10 أو 20 جايين للنبي في 1 أو 2 بيكتبوا وبيروحوا يبلغوا الكلام ده لأقوامهم وهكذا. والصحابة اللي راحوا شرقا وغربا، النبي عليه الصلاة والسلام بعث ببعضهم إلى اليمن، وبعضهم راح وسافر ليعلموا كذلك الناس العلم. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل هو بيحكي سيرته في حرصه على تلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال القراءة في سيرة الإمام أحمد بن حنبل بنشوف كمان جهد غيره من العلماء عصره اللي كانوا موجودين. هو كان نفسه يروح لجرير بن عبد الحميد لأنه كان قيمة كبيرة في علم الحديث. بيقول أنا ما عرفتش، أنا لو كان معايا 90 درهم كنت قدرت أروح له، لكن أنا حالتي كانت على قدها، لكن خرج إليه بعض أصحابنا. إذن ما كانش الإمام أحمد بن حنبل فقط، كان هناك علماء كثر يذهبون ويسافرون لتلقي العلم. وبعدين هو بيقول لم أتمكن من الخروج، لأنه بيقول لم يكن عندي شيء حتى أستطيع أن أخرج إلى هذا المحدث الكبير. لكن بعد كده الإمام أحمد خطط الإمام أحمد بن حنبل إن هو يخرج للحج سنة 198 هجرية، وخطط كمان إنه بعد ما ينتهي من إجراء الحج، وبعد ما ينتهي موسم الحج، إنه يروح إلى المحدث الكبير أبو بكر عبد الرزاق ابن همام اليماني الصنعاني. ده اتولد سنة 126 هجرية. الإمام عبد الرزاق الصنعاني ولد 126 هجرية. شايفين الوقت مبكر قد إيه، وهناك محدثين كبار يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام عبد الرزاق ابن همام اللي رحله سيدنا اللي هو الإمام عبد الرزاق ابن همام اليماني الصنعاني اللي سافر له سيدنا الإمام أحمد ابن حنبل، هو من كبار حفاظ الحديث النبوي الشريف. هو بيلقب أنه من الثقات في علم الرجال، وملقب كذلك يعني درجته أنه من الثقات وملقب بمحدث اليمن. وفي رحلة الإمام أحمد بن حنبل إلى اليمن عشان يطلب هذا العلم من ذلك المحدث الكبير، ولما نقول المحدث يعني ذلك الرجل العالم الجليل المتخصص في علم الحديث الذي يحدث ويعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في طريقه رايح لهذا المحدث الكبير في اليمن، الفلوس خلصت معاه، فهو أكرى نفسه من بعض الحمالين إلى لغاية ما وصل إلى صنعاء. يعني إيه أكرى نفسه إلى بعض الحمالين إلى أن وصل إلى صنعاء؟ يعني بدأ يشتغل، يقول لهم يطلب الشغل، يعني يروح يعمل رحمه الله بأجرة عند بعض الشيالين، يشيل يعني الحمولة ويحطها يضعها على الدواب، وبعد كده ينزلها وياخد باله من الدواب دي يرعاها وهكذا عشان يوفر النفقة بتاعته. الفلوس بتاعته اللي معاه ما كافتش يعني حج، وبعد ما خلص الحج عايز يطلع لصنعاء، فحصلت له الضائقة المادية دي، فاشتغل عند بعض الشيالين. شوف أهل العلم، شوف الشغف اللي ربنا بيحطه في قلب طالب العلم. وطلب العلم ده لذة كبيرة ومتعة ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه إلى أنه يكون من أهلها بيتذوق ذلك، ويا بخته كمان لو كان من أهل الإخلاص.
فهذا العالم المبارك الإمام الفذ الإمام أحمد بن حنبل يشتغل شيال عشان يوفر النفقة عشان يروح يطلب حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجوا شوية من مدعي العلم يفتئتوا على علماء المسلمين إن هم ما صنوش حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. جهل، جهل مدقع وتغييب للمسلمين عن تاريخهم المشرف والكبير والعظيم. العالم كله ساعتها اتعلم من هؤلاء الأئمة وغير هؤلاء الأئمة. النهضة اللي حصلت في أوروبا وخلافها كانت قايمة على مناهج علوم المسلمين، خدوها وترجموها واشتغلت حركة الاستشراق ويترجموا مناهج المسلمين وإزاي المسلمين وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وبدأت الانتفاضة عندهم. بدأنا احنا نقع لأن بدأنا نبعد عن العلوم والمعارف، وهم بدأوا يطلعوا على علومنا ومناهجنا. شوف مدى صبر الإمام أحمد بن حنبل على طلب العلم. لما وصل الإمام أحمد بن حنبل إلى صنعاء وبدأ يطرق الباب على الإمام الحافظ عبد الرزاق الصنعاني اليماني، لقى إنه في بقال بيصرخ فيه، فصرخ به بقال هناك وقال للإمام أحمد بن حنبل: لا تطرق الباب على الشيخ فإنه يهاب. يعني عايز بيقوله بالراحة، أنت بتطرق الباب بالراحة عشان ما يفزعش الشيخ. شوف كمان تقدير البقال لأهل العلم، هذا هو زمان هؤلاء الكبار. فمكث أحمد بن حنبل من كريم خلقه ولطفه وصبره في طريق طلبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعد لشيخه على الباب، قعد على الباب منتظر الحافظ الكبير عبد الرزاق. الإمام أحمد انتظره حتى كادت الشمس أن تغرب، فلما خرج له بعد كده عبد الرزاق وضمه، ضم الإمام أحمد وعانقه. شوف الشيخ لما يقدر حرص المريد على طلب العلم. وبعدين أقبل الإمام أحمد بن حنبل وكأنه ما مشيش رحلة طويلة وتعب فيها واشتغل شيال وعند الحمالين عشان يوفر النفقة عشان يقدر يروح صنعاء عشان يطلب حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من الإمام الحافظ المحدث محدث اليمن الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاني. نسي كل ده وأقبل على الشيخ الكريم، أقبل على عبد الرزاق يسأله وهو يجيبه. ويكتب الإمام أحمد بن حنبل عن شيخه في قرطاس وتنوم كده، يعني إلى أنه مر عليهم وقت، حتى بعد كده دخل عليهم يوم وأظلم عليهم اليوم اللي بعده. فنادى عبد الرزاق بالبقال أنه يجيب له سراج، يجيب له مصباح، يجيب له شعلة، يعني لأنه زمان كانت الإضاءة كده. وبعد كده كملوا في هذا الليل حتى يعني دخل عليهم أكثر من يوم وليلة، حتى انقضى هكذا إلى يعني أيام وليالي يطلبوا منه. أنا بس حبيت إن إحنا وإحنا بنعيش مع سيرة الإمام أحمد بن حنبل، إن الواحد لما يقعد يفكر في سيرة هؤلاء العظام الكرام اللي خدموا حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف كم المشقة في طلب العلم من الإمام أحمد بن حنبل، والصبر والحرص على تلقي الحديث الشريف تعظيما لأمر السنة واستجابة لأمر الله تعالى. وسبحان الموفق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهكذا تكون العطايا الإلهية والمنح الربانية لمن اجتهد وسعى وتكبد المشاق من أجل المحافظة على سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقل دين الله تعالى نقلا دقيقا صحيحا. فرحم الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل وجزاه خير ما جزى عالما من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم. وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم، أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا، فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.